الله. شو شعورك بالصورة؟ موسى ما أخذ حبوبنا كلها. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الراحة. صارت 11:59. اوصف لنا شعورك يا موسى. زد الوقت طيب. والله الشعور يا ابو علي لما تقابل رجل الدين رجل العلم شعور عظيم، والرسائل اللي وجه لنا رسائل وقتها والله رسائل ما زالت في اذهاننا انا والشباب اللي سلمنا عليه. برضو كان في الحج في مكه، فالكشافه نقلتني نقله نوعيه كبيره تعني لي شيء كبير، ان وصلتني لخادم الحرمين ولي العهد. ما شاء الله كانت رحله مباركه يعني. اي والله وفي ارض مباركه. مسيره جميله. انتم تجيبون شيء. طيب احنا ما لنا شيء يعني صور قديمه شيء ولا وش صور لا تستعجل على رزقك جد لا تستعجل على رزقك اقسم بالله انا ترى يعني ها قلتي وبشرك خلف بدنا نرجع للحباري والصقور. كيفك مع صيد الحباري؟ والله اللهم لك الحمد. الزمان ذا